بروسيسي. النهارده هنتعلم حاجه حلوه قوي يا شباب، وهي ازاي لو انا عندي فيديو مثلا عريض، يعني انا عندي فيديو عريض زي كده، ازاي بحول الفيديو ده لفيديو بالطول، يعني فيديو ينفع للانستجرام ينفع للموبايل. الكلام ده كنا بناخد فيه وقت كبير جدا زمان لو احنا بنحول السيكونس كله لمثلا 16 الى 9 او 9 ل 16 لو عايز اعكس السيكونس بتاعي. لو انا جيت هنا كده فتحت السيكونس يا شباب، يعني انا دايس على السيكونس وجيت دوست على السيكونس سيتنجز من هنا كده، هنلاقي انه النسبة عندي 16 الى 9، 16 الى 9 فدي صورة عريضة وايد سكرين زي كده، دي الصورة اللي بتنفع لليوتيوب او بتنفع مثلا للفيسبوك او لفيميو او لمواقع كتيرة جدا، ولكن مش بتنفع للانستجرام. افرض انا دلوقتي عندي سيكونس مثلا بالعرض زي كده، ده فيديو اهو، الفيديو ده عريض انا جايبه هشغله كده على الشاشة دي، فالفيديو ده عريض. افرض انا دلوقتي عايز احوله بالطول، زمان كنا بنعمل فكرة صعبة شوية، كنا بنعمل نيو سيكونس فبدوس على كوماند ان بالمنظر ده وبفتح سيكونس عادي جدا، ولكن باجي هنا كده بدوس على السيتنج وبعكس الرقم دوت، بدل ما بخليه 1920 بخليه العكس، بخلي هنا الرقم العكس، يعني بخليه 1080 في 1920، فهنلاقي هنا على طول ان الرقم بتاعي اتعكس. لو دوست كده اوكي باجي اخد السيكونس القديم اللي هو التست ده اللي مفتوح عندي واحطه في السيكونس الجديد بالمنظر ده، بس هنا هلاقي ان في مشكلة انه الصورة عندي بقت شكلها كده، فمحتاج طبعا العب في السكيل بتاعها علشان اقدر اظبطها بشكل مظبوط. لكن في النسخة الجديدة من ادوبي بريمير من اول 2020 اضافت حاجة اسمها اوتو ريفريم، والاوتو ريفريم ده مهم جدا، بضغطة زرار بنقدر نعمل الكلام ده. تعالوا نمسح السيكونس اللي احنا عملناه دلوقتي، يعني همسح السيكونس ده كده، هاجي على السيكونس اللي انا محتاج ان انا احوله للموبايل او للانستجرام. كل اللي انا هعمله ان انا هدوس على سيكونس من فوق هنا كده وهنزل تحت هلاقي في حاجة اسمها اوتو ريفريم سيكونس، يعني هعيد تهيئة السيكونس عندي للشكل اللي انا عايزه. هاجي هنا كده على الاسبيكت ريشيو هنا وهقول له بدل ما هو بالمنظر دوت اللي هو 16 الى 9 بالمنظر ده، حوله ل 9 ل 16 فيرتيكال. بصوا بقى الميزه الفظيعه اللي موجوده هنا، اول ما بدوس كرييت كده بيحول لي على طول الفيديو للطول كده، بس مش بس كده، هو بيظبط كمان الكي فريم بتاعه، بيظبط الريفريم بتاعي على الاشخاص اللي جوه المشهد، يعني دي بنت ماشيه في الشارع، وطبعا انا جايب مشهد صعب شويه واشوف البريمير هيعمل فيه ايه، يعني دي بنت ماشيه هتلاقوا انه الـ بيعمل زي كي فريم كده بيمشي مع البنت، يعني مخليها دايما في الكادر، لو البنت دي اتحركت يمين او اتحركت شمال هتفضل جوه الكادر زي ما هي. فتعالوا نعمل بلاي كده ونشوف. بصوا كده يا شباب لما اجي اعمل بلاي البنت جوه الكادر، بصوا كده لما تيجي تعدي مثلا من هنا في حيطة اهي، وبعد الحيطة البنت جت تاني ما زالت في نص الكادر زي ما هي، محافظ عليها في نص الكادر. طبعا علشان اعمل الفكرة دي قبل ما يتضاف عندي الاوتو ريفريم كنت بتعب جدا 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 واعمل كي فريمز وابتدي احرك مع الفيديو. فطبعا لو عندي سيكونس كامل محتاج ان انا احوله من 16 ل 9 ل 9 ل 16 هعكسه فبطلعه بنفس الطريقة. وعندي ابعاد تاني على فكرة، لو دوست كده مثلا ودوست اوتو ريفريم، سوري اوتو ريفريم، لو جيت دوست على سيكونس هنا كده ودوست على اوتو ريفريم بالمنظر ده، عندي شويه ابعاد تاني، يعني مثلا عندي النسبه دي الفيرتيكال اللي هي 4 ل 5 وعندي السكوير اللي هي 1 الى 1، فطبعا عندي كاستم طبعا اقدر اعمل اللي انا عايزه. فطبعا طريقه سهله جدا وهتسهل عليك الشغل بتاعك، علشان لو حبيت تمنتج مشروع لليوتيوب وبعد كده عايز تطلعه للانستجرام، كل اللي انت هتعمله ان انت هتدوس على السيكونس كله اوتو ريفريم وتطلع ومفيش اي مشكله. شكرا لمتابعتكم يا شباب، واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.